قصة إكرمة قال المشركين ما كان بيركبوا البحر، بالله قال ما كان بيعرفوا البحر. انت قال البحر بعيد منهم؟ انت ما مشات هناك ما شفته ولا شنو؟ من مكة للبحر مشوار بسيط جدا، البحر الأحمر، من البحر الأحمر انت من مكة بتتجه على جدة، تقال جدة دي بعيدة من مكة؟ كل مشوار بتاع 35 أو 40 دقيقة بالعربية. وصلت جدة، أيوه خلاص انت وصلت البحر. يبقى كيف تقول لا المشركين ما كانوا بيعرفوا البحر وما كان بيركبوا البحر؟ ما كان بيركبوا البحر كيف؟ الصحابة رضوان الله عليهم مشوا الحبشة كيف؟ أتحداك تعال وقع علي بالجغرافيا، أنا من السعودية أنا أمشي الحبشة من غير بحر، أتحداك بالجغرافيا تعال وقع علي. تقدر تمشي إلا تطير زي الجماعة دي، ومنهم من يطير في الهواء، كذاب ساي ما بيطير. وأنت ذاتك لو بتطير ما تطير وتريحنا يا أخي، مالك راكي هنا؟ عرفتها؟ فشوف عكرمة ركب البحر، فر لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، أراق أهدر دماء المشركين وفيهم عكرمة، قال لهم إذا لقيتوهم ولو تمسكوا بستار الكعبة فاقتلوهم كلهم. عكرمة شرد ده ابن أبي جهل، مشى ركب البحر، تقول لي ما بيعرفوا البحر؟ ركبوا البحر. بعد ذاك الجماعة بقوا ينادوا غير الله، ألا توا وا وا، عكرمة بقى ينادي الله، أو الجماعة بقى ينادوا الله في السفينة. عكرمة استغرب وتعجب كيف الناس ذيل بيخلوا آلهة وبينادوا الله، فقالوا إن المكان ده ما بينجي فيه إلا الله. عكرمة قال طالما إنه ما بينجي هنا إلا الله، طيب برضو برا ما بينجي إلا الله. وأخذ عهد إذا خرج من هذا المكان ليسلمن مع النبي صلى الله عليه وسلم، وطلعوا فعلا وأسلم وصار من الصحابة رضي الله تعالى عنه. وإلا تعال أنت ورينا قصة إسلام عكرمة، نحن ما بنعرف. جيب محمد بن إسحاق، سيرة محمد بن إسحاق، جيب ابن هشام، تعال احكي لنا قصة إسلام عكرمة ابن أبي جهل. نحن مش شباب صغار وما بنعرف شيء، تعال أنت احكي لنا، بس احكي لنا قصة إسلام عكرمة ابن أبي جهل، إلا تجيب الآية دي، لأنه لو رجعت لأي مصدر حتلقى إنه ذكروا في قصة إسلامه جابوا الآية دي من سورة العنكبوت. بعدين الناس ذيل بيقولوا المشرك ما بيعرف الله، وده إن دل إنما يدل على غبائهم. كيف؟ يا أخوانا كلمة مشرك يعني شنو؟ لما نقول الناس ذيل مشركين أو الزول ده مشرك، هو أشرك مع منه؟ أشرك مع الله غيره، مش كده؟ طيب لو ما بيعرف الله حيشرك مع الله غيره كيف؟ كذب العقل، زول ما بيعرف الله كيف حيشرك مع الله غيره؟ ده إن دل إنما يدل على بلادة النازل، هو بيعرف الله عشان كده مشى جعل شريك مع الله صار مشرك بهذا السبب. وإلا أصلا لو ما بيعرف الله حيكون مشرك كيف؟ وحيجعل شريك مع منه أصلا؟ والآيات كثيرة جدا وما بيعلقوا عليها، بمشوها ساي. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، تحداك علق على الآية دي، تعال ورينا، قل لي الآية دي في الأمم الماضية، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الأمم الماضية كيف؟ الآية قالت للنبي ولئن سألتهم أي يا رسول الله من خلقهم ليقولن بالتوكيد الله، تعال قل لي دي نزلت في الأمم الماضية، فتعرف ضلال هؤلاء القوم، وإنهم بيحاولوا يزوغوا من هذا الكلام لأنه هم اللي بيقعوا في الشرك. نحن هسه الآن الحمد لله بفضل الله عز وجل ما بنقع في الشرك، ونسأل الله تعالى أن يعصمنا من الشرك، لكن بنقول إنه في شرك. أنت ما تقول في شرك، أنت بيضرك في شنو؟ لكن أصله زي ما بيقولوا الحرامي على رأسه شنو؟ ريشة. أنت الآن من تتكلم عن السرقة أول دول بيضحك حق منه؟ الحرامي، لأنك تكلمت عن السرقة قلت الأيام دي في حرامية لافين طبعا في السوق بيسرقوا الموبايلات، تلقى الحرامي طوالي قاعد يعمل كده، مولانا ده داري يفشنا ولا شنو؟ ها؟ لما تجي تتكلم عن الشرك أول واحد بيضحك حق منه؟ المشرك. أول دول بيضحك حق المشرك، بيقول لك لا شرك ما في، لا في، أنت خايف مالك؟ أنت ما تقول في، وأسأل الله أن يعصمنا من الشرك. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين
قال اجتنبوا السبع الموبقات. أول حاجة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك بالله. الصحابة سألوا لما قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا ما هن يا رسول الله؟ أسألك بالله لو في شيء أصلا ما في، هو ما في، هل النبي صلى الله عليه وسلم يحذر منه؟ هو ما في يا ناس، الرسول يحذر منه كيف؟ ويحذر من؟ يحذر الصحابة أولا لأنهم سألوا قالوا ما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله. معناته أنت بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يا رسول الله أنت بتحذر من شيء أصلا في الأمة ما في؟ ربنا قال وما ينطق عن الهوى، وكلامك ده فيه اتهام للنبي عليه الصلاة والسلام إنه بينطق عن الهوى، لأنك بتقول له أنت بتنهى عن شيء ما موجود يا رسول الله، ما موجود أصلا. الشرك موجود، الشرك قاعد موجود وبكثرة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ولا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين. هل قلت لي ده معناته يلحق؟ بس الرواية الثانية حتى يعبد فئام من أمتي الأوثان. الرسول عليه الصلاة والسلام قال الساعة ما بتقوم، يعني القيامة هسي قامت ما قامت، قال ما بتقوم إلا ناس من أمتي، من أمتي يعبد الأوثان ويلحق بالمشركين، يعني يلحق بدين المشركين على قول من قال من أهل العلم. فالشرك موجود، عرفت الحاصل؟ لكن نازل بيتهربوا لأنه هم اللي بيقعوا في الشرك، هم اللي بيقعوا في الشرك، عرفت؟ وأي كلام نحن منجيبه هنا يحرفوا. صلاة التجانية الفاتح لما أغلق قالوا التجانية، ما قالوا إنه صلاة الفاتح بتعدل 7000 مرة من القرآن. وقال أنا هندم معي كتاب جوهرة الكمال تعال فتشوا. قل قال لك منو الموضوع ده في جوهرة الكمال؟ ما في جوهرة الكمال، عشان تعرف إنك قول جاهل. الكلام ده في جواهر المعاني وبلوغ الأماني، فرق بين كتاب جوهرة الكمال وكتاب شنو؟ جواهر المعاني. قال هندنا عندي النسخة الأصلية بتاع جوهرة الكمال تعالوا وروني وين التجاني. قال لا، ما قال هنا، قال في جواهر المعاني وبلوغ الأماني إن صلاة الفاتح بتعدل 7000 مرة من القرآن. كل هذه يا أخواننا شبهات، والنبي عليه الصلاة والسلام قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه أو أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه. وأعظم المحارم الشرك بالله تبارك وتعالى. فدي شبهة يا أخواننا حبينا إنه نبينها للناس، وأنا أنبه الناس إنه الموضوع ده لو ضبطته تاني ما في صوفي بيلعب عليك، بس الموضوع ده بالذات أصو شفته لو جاي يتكلم معاك في الرجبية ويتكلم معاك في السبحة ويتكلم معاك في باقي الحاجات، قل له نحن عندنا، قل له نحن عندنا المواضيع دي أصلا بدعة، لكن أنا موضوعي معاك الكبير إنه في شرك ولا ما في، وإنه المشركين بيعرفوا الله ولا لا. ده الموضوع اللي انت بتمسك به أي صوفي تقعده تمام، قعدته تاني بعد ده خلاص ما في حاجة، بعد ده خلاص يا يخلي التصوف يا يكابر ويصر على الشرك بالله تبارك وتعالى. أنا أكتفي بهذا القدر وأقدم المتحدث من بعد.